أرباح فيلم كان رفيجي بعد عامين بلغت 5000 دينار فقط. ويش احنا كنا ينع السينما ايه؟ والحكي طول على السينما ما عطيناها حقها السينما اليوم في اليوم في توجه سينمائي وايد حلو. شنو سالفه كان رفيجي 5000 دينار بس بعد هذا جاي كان اليوم فشل الفيلم؟ لا 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 بالعكس اليوم انت اليوم ما عندك ما عندك شركات تفكر الا في الماده. احنا كتكليف اللي موجود في فيلمنا تونا نطلع الارباح يعني مو فكرنا مادي قد ما فكرنا فني. اليوم في وايد حاله حلوه حاله سينمائيه حلوه قاعد اشوف التجارب اللي موجوده ومشاركات شركات السينما او الشركات اللي قاعد تسوي افلام سينمائيه. واليوم والله شفت فيلم باك تو كويت او شيء كذي وقبل فتره عبد الله السلمان قدم والعرابي قاعد يقدم بس ماليا غير ناجحه. اليوم اليوم الله يعطيهم العافيه هذه كلها اجتهادات فرديه من هذه الشركات على اساس تصنع سينما او شباك سينما كويتي. كان رفيجي فيلم ناجح تعتبره ولا لا؟ يقول لك مداح شو اسمه ما ودنا نمدح احنا بس يعني القصد ما يحضرني المثل ما ودنا نمدح لكن التعليقات هي اكبر دليل على ان الفيلم اليوم ناجح وعندنا تجربه ثانيه. شلون ناجح الفيلم 5000 خلال سنتين؟ 5000 كنسبه وتناسب على جمهورك اللي موجود. يبقى 5000 تعتبرها مقياس نجاح؟ طبعا مقياس نجاح نعم. والفيلم تعتبره ناجح؟ الفيلم فنيا ناجح 200% لكن من اليوم قيم الفنيا انا قيم من خلال التعليقات اللي موجوده. يعني مو تجاري لا؟ لا مو تجاري جدا. لو تجاري كان ما صارت ارباح 5000 دينار. 5000 يطلعونها حلقه مسلسل واحد كان صار توجهنا تجاري لكن توجهنا فني. احنا استبشرنا خير لما يجون الناس ويدشون عليك بالدايركت لغاية اليوم ويقولوا لك يعطيك العافية. وكان هو مثل البيبي هو أول طفل لنا يولد اللي هو هذا الفيلم كان رفيجي كشركتنا احنا لايت بوك. سكرته بعدها؟ لا ما سكرنا تونا مخلصين الثاني الحين في المونتاج فيلم عتيج ما شاء الله. روح حق اللي بعده روح ما عطيتنا مجال حق السينما يلا اكو وقت وايد.